جعلوا من كشنات هذه المركبة مناما لهم، بينما أصبح مكان السائق حماما ودورة مياه ضاقت بهم الأحوال وأجبرتهم الظروف على السكن في الكوستر. كشنات مسوية فراش مكان السائق النام بي، يعني صار 3 سنين، يعني الله يمي يشوف ترى أمي يرحم بعبده. صيف هاي نفس الحالة، يعني لا أصبح مثل البشر، لا نام مثل البشر، لا ناكل مثل البشر، يعني تعبت نفسيتنا والله العظيم. وين تنامون؟ هاي هنا نام. وعلى الرغم من تردي الأوضاع المعيشية، لا تزال أم حيدر تعيش على أمل شمولها برواتب الحماية الاجتماعية لمعالجة أطفال أسرتها الذين يعانون أمراض الجرب، حتى راحت الابنة الأكبر للعائلة ضحية أمراض الحمى. قال بالشتاء نغرق، هاي من هناك نسبح المي لا ننام. لا عندنا جناسي، لا عندنا معين، هذا أبونا مريض رجال كبير. لا عندنا راتب. وأطفال 5، حتى بنتي ماتت ذاك اليوم عن شعب من ورا هالحالة. مرض فيروس صار بها، حمى نزيفية. حمى نزيفية؟ إي والله. ماتت؟ إي ماتت، العالم دفناها ترى. بالنجف وما سوى لها قبر دفناها، لأن ما عندي لا راتب ولا معين. خلف الله يكون العالم عيشتني. ينفقون بلقمة، ينفقون بمصرف. وهذا شفته رجال ابونا كبير مريض بفيروس بالكبد، يوم ياخذ اليرموك اشده الاربع مغذيات. عاش على الله وعلى العالم 3 سنين على هالحال، لحد فقدني لحد جاني. تقول عائلة الكوستر انها رغم تعاسة الواقع الذي تعيشه فهي مهددة ايضا بجرافات التجاوزات في اي لحظة. للشرقية نيوز خطاب عادل بغداد.